أمس كنا في قوم خطبة لنكاح وزواج، فجلس المأذون اللي بيسموه المأذون، فسئل سؤالا قال لا أدري، ثم أراد أن يعني يعلم الناس التواضع فقال كان سيدنا الشافعي سئل 40 مسألة فنغزه الشيخ الذي بجانبه قال له مالك. هل يعني طبعا هذا علم أن تعلم من سئل 40 مسألة؟ طبعا هذه لا يزالون يحكونها أنهم سألوا الشافعي ومالك 40 مسألة. خليك معي يا أخي، 40 مسألة أجاب على 4 وقال في الأخر لا أدري. هل هذا مديح؟ طيب لو أنا قمت في هذا البيت المقدس فسألني الناس 40 سؤالا فقلت في 36 منها لا أدري، ماذا سيقول الناس؟ ما شاء الله على العلم والتواضع، بيقولوا لماذا تفعلها هنا؟ فلما تصير لنا جهلا ولهم علما وحكمة وتواضع؟ ثم إن كان سألته العامة فما هذا العالم الذي لا يعرف من أسئلة العامة 36؟ وإن كان سأله العلماء فهذا حري، يعني العلماء إذا تدارسوا من اليسير أن تعرف بعضا وتنكر بعضا، فهذا ليست محمدة، يعني لم يقعد أحمد والشافعي، من اليسير أن يعرض لأحدهما من أحدهما ما لا يعلم. لما يأتي عامة يسألون عالما في الصلاة أو في الطهارة فلا يعلم، فإن لم تكن كذبة فليست مدحة. إنما لما قال الرجل سيدنا الشافعي قلت له مهلا مهلا، هو بدي حدثنا عن تواضع سيده الشافعي، فقلت له مهلا مهلا إنما سيدنا نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال لي نعم، قلت له ولا نعم ولا شيء، أليس عندك من علمه وتواضعه شيء؟ إذا في عندك عن نبي الله من علوم التواضع والخلق ابدأ بها. ثم من أين للشافعي بركة التواضع؟ من وين جابه؟ فحدثوا عن شيخه وإمامه وعالمه ونبيه، يعني تلاميذ الشافعي أخذوا عن الشافعي أخلاق، فهل تحدثون بأخلاق التلاميذ ولا بأخلاق الشيخ؟ طب حدثوا بأخلاق النبي الإمام. ليه تركت هذا؟ ما هي لما الشافعي تعلموا منه ما زالوا يقولون قال الشافعي ولم يقولوا صار تلاميذه شيء. طب لما تركتم نبي الله وقلتم سيدي فلان وسيدي فلان؟ ثم رجع يقول لي لا هذا سيدي الشافعي وسيدي فلان وسيدنا نبي الله. قلت له شو هذا التكافؤ هذا يا أخوان، شو هذا؟ ثم ذكرناهم قلنا لهم اسمع أخوانا، ورب هذا البيت ورب الأنبياء لو لم يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام لكنا جميعا ابتداء بأصحاب نبي الله والتابعين والمذاهب الأربعة رعاة بقر نلتقط البعرة ونتبع الإبل والغنم، فلا يفخر أحد بعد نبي الله. واضح؟ هذا الدين فخره وحبله وعصاه نبي الله عليه الصلاة والسلام. نعلم أن حسن الظن إذا ابتعث من قبره الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن كلهم أخوانا، إذا بعثوا فنظر أحدهم فرأى نبي الله عليه أن يقبل يده، فإذا أراد أن يرفعه الله فليقبل قدم نبي الله. هذول ليسوا أسيادا، سيد واحد عليه الصلاة والسلام، طبعا السيد الله، إنما إذا تكلموا على سيادات البشر النبي قال عن سعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فإن كان سيد في ولد آدم فهذا النبي. فلما يكون حاضر ما في أسياد أخوان، واضح؟ هكذا ضاع دينهم، صار الشافعي وبدأ يعلمني في التواضع. قلت له يعني ما في عند نبي الله شيء من هذا؟ إذا جاء ابن مريم سألوه ماذا تعلم عن محمد عليه الصلاة والسلام، تالله سألوه
إذا جاء ابن مريم سلوه قولوا له حدثنا عن محمد عليه الصلاة والسلام يعلم عنه ما لا تعلمون. والله يعلم عنه ما لا يعلم أصحاب نبي الله. سلوه يعلم عن نبي الله علما لا تعلمونه. سلوا ابن مريم يحدثكم عن نبي الله. سلوا عن الشافعي وعن مالك وعن أبو. أنا لا أضع من هؤلاء، أرفع قدرا مرفوعا، أرفع قدرا مرفوعا. قدر مين؟ لا يلزم أن أرفع مرفوع، ولكن أذكر بالرفعة عليه الصلاة والسلام.